جزاكم الله خيرا. يقول: تبنى المساجد عندنا في السودان بفناء، أي أن المسجد الذي يصلى فيه يكون داخله فناء، فهل يعتبر فناء المسجد من المسجد أم لا؟ نعم، يعتبر فناء المسجد من المسجد لأنه تابع له، ويراد بهذا الفناء توسعة المسجد، وهو مرفق من مرافق المسجد، فيكون تابعا له وحكمه حكم المسجد. نعم.